السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبتدي على طول بليك شهر واحد، وزي ما قلت لكم ليك شهر واحد عبارة عن زي ما أنتم شايفين العنوان بتاعها كومبلكس نمبرز أند جيومتريك ريبريزنتيشن، لأن هو ده الأساس بتاع الكومبلكس فاريبلز. أي كومبلكس نمبر يا شباب هو إيه زائد أي بي؟ يعني خلونا نبتدي نعرف بالكومبلكس سيت اللي هي الرمز بتاعها سي. سي هي عبارة عن السيت أوف كومبلكس نمبرز أي زائد أي بي، حيث الأي والبي بتنتمي للريال نمبرز أر. طيب لكن الكومبلكس فاريبل زد نقدر نعتبره هي نقطه في المستوى اكس واي، يعني هي نقطه اكس وواي، نقدر نكتبها اكس زائد اي واي، اكس زائد اي واي. هنشوف كمان شويه. الاكس هي الريال زد والواي هي الايماجينري زد. خلونا بسرعه نروح لما قلت لكم انا حاطط الكلام ده بس عشان اخد منه اللي انا عايزه فقط. فخلينا نشوف السلايد 6 هي على طول هتبقى اي كومبلكس نمبر زد نقدر نكتبه على الصوره اكس زائد اي واي. الكونجكت بتاعه هي اكس ناقص اي واي. اذا ضربنا الاثنين في بعضهم يا شباب، اذا ضربنا زد في زد بار ده هيدينا مباشره اكس. افندم افندم بنروح يا دكتور، بس اصل يعني احنا ممكن بنكتب ورا حضرتك وكده. لا ما هو انا عايز جنبك ورق، بس مش عشان تكتب الكلام ده. الكلام ده انا كاتبه كويس، يعني معمول كويس قوي 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 قوي، وتقدري تعملي زوم عندك يعني عشان تكبري الشاشه زي ما انت عايزه. اعملي زوم من تحت من هنا، عارفينه طبعا انتوا حاسبات، انتوا يعني اتصالات يعني وقوه، فما كهرباء بمعنى اصح، يعني ناس كويسين في الحاجات دي. فما تكتبيش الا اللي انا هقول لك عليه، ما تخافيش. انا يعني كل الكلام، كل ما يخرج من فمي دلوقتي مكتوب. اول ما هكون محتاج ان انا اقول لك اكتبي هتلاقيني بقول لك اكتبي. فما اطمئني تماما، كل اللي انا كل كلمه بقولها دلوقتي حالا مكتوبه معايا يا شباب، ما تحملوش هم. فيعني انتظروا، الكلام طبعا متسجل عندكم، انا مسجله دلوقتي، فحاولي ما تكتبيش الا ما انا اقول لك انت اكتبي معايا. مش مهندسه، خلي دايما يا شباب كانكم قاعدين في المدرج، خلي قدامكم ورق وقلم دائما ابدا، لان طبعا ده هنا انا عامله سناب شوت من المراجع، وبالتالي لو انا واقف في المحاضره هكتب كلام اضافه لهذا الكلام او اطرح من ده كلام زي ما انا بعمل دلوقتي معايا شباب. فرجاء خلي دايما معاك ورق وقلم، وانا هقول لكم اكتبوا ايه ساعتها معايا شباب. بالتوفيق ان شاء الله. فانت ما ركزي في ان انت تسمعيني افضل يا باشمهندسه، ربنا يبارك فيكي، وما تكتبيش لانه مكتوب، فما تكتبيش. وتقدري زي ما قلت لك الباوربوينت ده تقدري تزومي، يعني انا بس مش عايز ابوظ الدنيا، يعني انا ممكن ازوم حالا عليها الصوره تكبر قدامك تماما، فما فيش داعي للكلام ده معايا شباب. طيب يبقى الكومبلكس فاريبل يا شباب هنكتبه زد بتساوي اكس زائد اي واي. الكونجكت بتاعه هو زد بار اكس ناقص اي واي. اذا ضربنا الاثنين في بعضهم بيدينا اكس تربيع زائد واي تربيع، يعني زد زد بار هيدينا اكس تربيع زائد واي تربيع. ده ممكن تلاقوه في الكلام اللي فوق في السلايدز اللي انا فوتها. وعلى اي الاحوال مقياس الرقم زد، يعني مقياس الزد ده اللي هو المودولس بتاع زد ده بيعبر المسافه، يعني لو دي هي مثلا، لو افترضنا ان النقطه دي هي زد، المسافه دي هي مقياس الزد اللي هي البعد ما بين نقطه الاصل والنقطه زد. فده عباره عن ايه؟ عباره عن الجذر التربيعي الاكس تربيع زائد واي تربيع. طب انا من شويه قلت ان الزد زد بار هيدينا، لو ضربنا الاثنين دول في بعضهم هيدينا اكس تربيع زائد واي تربيع، وبالتالي فمودلس زد هيساوي الجذر التربيعي لإكس تربيع زائد واي تربيع، يعني يساوي الجذر التربيعي لزد مضروبه في زد بار. انا بقول لك بس الكلام اللي هو انا هحتاجه، لكن الكلام اللي مش هنحتاجه ما في داعي له خالص على الاطلاق. طيب اذا جمعنا الزد على الزد بار يا شباب هتلاقي الناقص اي واي تروح مع الزائد اي واي، يبقى لنا 2x. 2x ده يعني 2 ريال زد، وبالتالي فريال زد نفسها اللي هي الاكس هتساوي نص الزد زائد زد بار. الايماجينري زد اللي هي الواي عبارة عن نص، لو طرحنا بتدينا واحد على اتنين اي في زد ناقص زد بار، في زد ناقص زد بار. طيب يا شباب يبقى تاني بقى بنقول ان الزد هي اكس زائد اي واي، الزد بار هي اكس ناقص اي واي. اذا جمعنا الاتنين على بعضهم وقسمنا على اتنين فتدينا هنا الاكس بتساوي نص في زد زائد زد بار. اذا قسمنا على اتنين اي وطرحنا فتدينا الايماجينال زد هي الواي بتساوي واحد على اتنين اي في زد ناقص زد بار. الكونجكت كلنا عارفين ان هو بيتوزع بقى على الجمع وعلى الطرح وعلى الضرب وعلى القسمه ما لم يكن المقام بيساوي صفر. طيب يا شباب
الكومبلكس نمبر زد ممكن نعبر عنه بطريقتين، اما بصوره كارتيزيه اكس زائد اي واي، او بصوره قطبيه ار وثيتا. كلنا عارفين من المثلث، لو كان المثلث بتاعنا اللي هو الاكس هيظهر كمان شويه، المثلث اللي هو الريال اكسس اللي هو الاكس، والايماجنري اكسس هو الواي، ده هو بيسموه زد بلين. في ناس بتسميه الارجاند دايجرام، لكن على اي الاحوال هو الزد بلين. خلينا نعتبر كده احنا هنتعامل ان شاء الله مع مستويين، مستوى الزد بلين وهو اكس واي بلين، وهنشوف كمان شويه مستوى تاني اليو في بلين هو الدبليو بلين اللي هي الدوال اللي بقى في الكومبلكس فاريبلز، هنشوفها كمان شويه. على اي الاحوال فاللي بنركز عليه قوي ان الزد ممكن نعبر عنه بطريقه كارتيزيه هو اكس زائد اي واي، وممكن نعبر عنه بطريقه قطبيه. لو شلنا الاكس وكتبنا مكانها ار كوساين ثيتا، والواي شلناها وكتبنا مكانها ار ساين ثيتا، فتدينا الزد بتساوي ار في كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا، يعني ار في اي اس اي ثيتا. انتبهوا راجع، يبقى خلاص احنا اتفقنا في طريقتين للتعبير عن الزد، اما بطريقه كارتيزيه اكس زائد اي واي، او بطريقه قطبيه ار اي اس اي ثيتا، ار اي اس اي ثيتا اللي هي عباره عن كده، لو عايز تكتبها مفيش مشكله، فاللي هي عباره لو فكده الاي اس اي ثيتا هتبقى عباره عن كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا، يعني دايما اعبر عنه بالصوره الاسيه افضل لي واسهل لي في التعبير يا شباب. يبقى زد بتساوي ار اي اس اي ثيتا، حيث الار هي مودلس الزد اللي هي الجذر التربيع الاكس تربيع زائد واي تربيع، واللي انا قلته من شويه حالا اللي هو جذر زد زد بار. والثيتا عباره عن الارجومنت بتاع مكتوبه تحت خالص اهي الزد. شوف انا كاتب هنا اللي انا قلته برضه حالا شفوي، عشان كده قلت لزميلتنا دلوقتي لبنتنا قلت لها ان ما تكتبيش، لان المعيار اهو بتاع زد از ذا ديستانس فروم ذا بوينت زد تو ذا اوريجن. قلت لكم مكتوبه يا اولاد، انا عارف انه مكتوب، فما تحملوش هم ما تكتبوش الا اللي انا بقول لك عليه بس. يعني اللي مش مكتوب هو ان زد بتساوي ار اي اس اي ثيتا، وهم مستعملين بقى هنا قاعده اويلر، او انا استعملت قاعده اويلر في ان انا الم الموضوع اللي هو كوساين زائد اي ساين في عباره عن اي اس اي ثيتا بس. ليه؟ لان هتنفعني كمان شويه، واخدلكم معايا؟ طيب، والكلام اللي انا قلته ان هو موديل الزد عباره هنا عن هنا دكتور الزد هنا مستوى ولا مش مستوى كده هنا؟ نعم يا حبيبي، الزد هنا مستوى ولا مش مستوى؟ الزد دي نقطه في المستوى، نقطة في المستوى، بالك معايا؟ يعني الزد عبارة عن اكس زائد اي واي، وأنا كتبتها في أول سلايد خالص، بص أهي تاني أرجع لك تاني لها. أول حاجة شوف الزد عبارة عن كام؟ نقطة في المستوى اسمها اكس وواي، بس نقطة متغيرة. عشان كده سميناها كومبلكس فيريبل، إنما الكومبلكس نمبر اي زائد اي بي 2 زائد اي، دي نقطة ثابتة في المستوى. لكن زد ده ها شايفه؟ اكس وواي، نقطة متغيرة في المستوى اكس وواي. معايا يا حبيبي؟ عشان كده سموه كومبلكس فيريبل مش كومبلكس نمبر، لانه بيتغير. معايا يا باشمهندس؟ واصله؟ خلاص تمام يا دكتور. فهي اي، انا قلنا بقى اي نقطه في المستوى، اي نقطه في المستوى ماشيه بتتحرك اكس وواي، بتتحرك في المستوى اكس وواي، لكن هي بتتحرك في المستوى ده اللي يهمني. وبنسمي احنا كنا في سلايد رقم كام بقى؟ كنا في دي لا في بعدها. طيب فقلنا بقى تاني مقياس الزد عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن المسافه من نقطه زد، نقطه زد في المستوى. شوف اللي انا كنت قايلها مشاور عليها من شويه، كنت انا مشاور عليها حالا اهو من شويه في سلايد ثانيه. طب قول هي النقطه، المسافه من النقطه زد، لو هي النقطه دي اللي انا واقف عندها هي نقطه زد، المسافه من زد الى نقطه الاصل ها هي ار، وهي في نفس الوقت موديل الزد. معايا يا حبيبي؟ وهي عباره عن الجذر التربيعي الاكس تربيعي، لان انت لا تقدر ترسم مثلث لو الاكس واي بلين اهو، لو انا برسمه كده ممكن تجيب اي واحد مثلا منهم، ممكن مثلا ده بس. لو خلي بالك لو النقطه اهي، النقطه زد اهي شايفها يا باشمهندس؟ النقطه زد اهي، لو كبرت شويه لو عملت انت زوم عليها، لو نزلنا خط راسي من هنا كده من النقطه دي، فالمسافه الراسيه دي هي واي، والمسافه الافقيه دي هي اكس، المسافه دي هي ار، الثيتا هي الزاويه من الاتجاه الموجب من الاتجاه الموجب لمحور اكس الى الخط اللي هو او بي ده. معايا يا باشمهندس؟ كلنا عارفين الكلام ده يا شباب، مفيش داعي لتاخيرنا بقى. الثيتا هي المسافه دي مقاسه في الاتجاه عكس عقارب الساعه، وهي تساوي تان ماينس 1 واي اللي هي المسافه الراسيه دي على الاكس اللي هي هنا دي. طيب نرجع تاني للكلام بتاعنا. طيب يا شباب، يبقى الثيتا هي الارجومنت بتاعتي. شوفوا خلي بالك لو احنا حتى يعني لو كبرنا الموضوع شويه، لو عندك نقطتين بقى في المستوى زد واحد وزد اثنين، زد واحد ناقص زد اثنين كمقياس ها هي عباره عن المسافه ما بين النقطتين، هي عباره عن المسافه الديستانس ما بين زد واحد وزد اثنين، نقدر نكتبها مقياس ها زد واحد ناقص زد اثنين. ده كلام كله كلام بسيط يا اولاد، بس خلي بالك بقى معايا
اللي يهمني في الموضوع واللي انتوا عارفينه برضه، ها السيتا قلنا هي الارجمنت بتاع الزد. بس خلي بالك ان الكوساين والساين دي دوال بيريوديك اوف بيريود 2 باي، يعني دوال دوريه دوره بتاعها 2 باي، وبالتالي فالسيتا بتاعتنا ها هتاخد اكتر من قيمه، يعني هتاخد ممكن كل 2 باي تاخد قيم يعني مضروب او مالتيبلز اوف 2 باي، فبنكتبها 2 كي باي، بنكتبها 2 كي باي حيث الكي تاخد 0 و1 و2 و3، خد بالك معايا مع شباب، يعني السيتا دي بتتغير، بتاخد مش بس بتبقى مثلا 50 درجة، لا 50 درجة زائد 2 كي باي مثلا يعني، بس لو هنشتغل بقى الدرجات لازم نحولها ريجن. طيب يا شباب، لكن من ايه سبب الكلمة دي ايه بقى؟ اهو احنا قلنا هناك بقى خلاص ان الار هي الجذر التربيعي اللي هي مقياس الزد، هي الجذر التربيعي اللي هو اكس تربيع زائد واي تربيع، والسيتا بتعرف على انها تم ماينس 1 واي على اكس. كويس، السيتا بقى زي ما اتفقنا بتاخد اللي هي بتاخد قيم كتير جدا يا شباب، بتاخد السيتا زائد 2 كي باي، حيث الكي ده 0 و1 و2 و3 وهكذا. طيب يا ترى بقى عشان كده بندخل نعرف، مهم جدا ان احنا نعرف ما يسمى بالبرنسبال فاليو للارجومنت بتاع الزد، القيم الاساسيه للسيتا. القيم الاساسيه للسيتا في مراجع بتختلف مع بعضها، يعني هم بياخدوا مسافه قدرها 360 درجه. ناس تقول او مراجع تقول هناخد القيم الاساسيه من 0 الى 2 باي، صح، لكن احنا خلينا نتفق ان احنا هنمشي من ناقص باي الى باي، وما تنساش الحته دي، لان طبقا لهذا الكلام هيتوقف شغلنا فيما بعد، هقول لك انا عليه ساعتها وهفكرك به ساعتها. يبقى احنا دلوقتي يا شباب قلنا السيتا هتساوي تم ماينس 1 واي على اكس، ونتيجه لان الساين والكوساين دوال بيريودك اوف بيريود 2 باي، فالسيتا هتاخد هتبقى سيتا زائد 2 كي باي مالتيبلز اوف 2 باي. البرنسبال فاليوز بتاعها او القيم الاساسيه بتاعها هتبقى محصوره ما بين كام وكام يا شباب؟ هنتفق على انها محصوره ما بين ناقص باي وباي. تمام، اللي ده البرانش الرئيسي بتاعنا، هيبقى هو ده الاصل بتاعنا. طيب يا شباب اهو حتى هشوف هنا كاتبين هنا ايه 2 كي باي، هم كاتبينها 2 ان باي، مفيش مشكله يعني، بس بعدين بقى بس لازم تبتدي بقى من الصفر زائد او ناقص 1 زائد او ناقص 2 زائد او ناقص 3 وهكذا. طيب يا شباب تعالوا نشوف حاجه ثانيه، هي يعني الرسمه اللي انا كنت برسمها لك على الهواء من شويه اهي، ادي نقطه زد وادي نقطه الاصل، ادي المحور السينات هو الريال اكسس، ادي محور الصادات هو الايماجينري اكسس، ادي مقياس الزد هو ار، السيتا شوف بتغلى في اتجاه عكس عقارب الساعه القياس بتاعها، فالدنيا ماشيه كويس قوي. الرسمه الثانيه دي بتبين لك التريانجل انيكواليتي، بتبين لك التريانجل انيكواليتي. انتوا معايا شباب؟ اللي هي ايه؟ اللي هي مقياس ايه؟ في الميكروفون يا ابني لو سمحت، اقفل يا ابني الميكروفون يا ابني بدل ما اقفل عليكم كلكم، اقفل يا ابني الميكروفون يا حلاوة يا حلاوة. هنفضل شغالين كده. المقياس زد زائد واحد زد واحد زائد زد اتنين اقل من مقياس زد واحد زائد مقياس زد اتنين، ده الكلام ده اللي هي متباينة المثلث اللي انتوا عارفينها. اللي يهمني اكتر كمان شوف، مقياس المجموع اقل من مجموع المقياسين. طب الفرق، خلي بالك هنا احنا ما اضطرناش نحط هنا مقياس على الجهة اليمين، يعني ما نقولش بقى مقياس زد واحد زائد زد اتنين اقل من او يساوي مقياس، واللي المقياسين دول جوه المقياس، لان المقياس ده اصلا قيمه موجبه والمقياس ده قيمه موجبه، فما احتجناش نحط المقياس هنا. ليه انا قلت الكلام ده يا شباب؟ عشان تحت دي يبقى مقياس المجموع اقل من مجموع المقياسين، لكن طب مقياس الفرق، وده بيهمنا هناخده في يعني قرب نهايه المحاضرات بتاعت الكومبلكس دي، المتباينه دي مهمه جدا لنا يا شباب في الكونتور انتجريشن. المقياس بتاع الزد واحد ناقص زد اتنين ده اكبر من شوف هنا لو كتبت بقى مقياس زد واحد ناقص مقياس زد اتنين زائد فوق، فممكن تدي قيمه سالبه في جهه اليسار هنا، لا ما ينفعش. فعشان كده قلنا بقى المقياس بتاع الفرق هو اكبر من او يساوي المقياس بتاع فرق المقياسين، لان ممكن واحد منهم يطلع اكبر من الثاني فيدي قيمه سالبه، فما ينفعش. يبقى المجموع، مقياس المجموع اقل من مجموع المقياسين، لكن مقياس الفرق اكبر من او يساوي مقياس الفرق بين المقياسين. معايا شباب؟ كويس، ده انتبهوا للمتباينه دي. طيب يا ساده، ده هو الحقيقه الصوره العامه للتراينجل انيكواليتي، الصوره العامه بتاعها دي. طبعا حكيت بقى الضرب بتاع التو فاريبلز والجمع والطرح بس بالصوره القطبيه، كل الكلام ده كلام بسيط، خصوصا لو انت عرفته بالصوره الاسيه زي ما انا قلت من شويه، يعني لو كتبنا الزد واحد بتساوي ار واحد اي اس اي سيتا واحد
وزد 2 بتساوي ار 2 في اي اس اي سيتا 2، هتسهل لك قوي عمليه الضرب والطرح والكلام ده كلاته، والتعريفات دي تبقى بسيطه جدا. اللي انتوا تعرفوه برضو قبل كده يا شباب، اهو اللي هي نظريه دي موافر، دي نظريه دي موافر اللي انت شايفها دي، اللي هي كانت زد اس ان بتساوي ار اس ان في كوساين ان سيتا زائد اي ساين ان سيتا، ما هي عباره عن اللي هي ار اس ان في اي اس اي ان سيتا. هي صحيح الكتاب اللي انا عامل منه سناب شوت ده كاتب هنا ان الان بتساوي 0 و1 و2، يعني بوزيتيف انتجر نمبرز. الحقيقه ان دي موافر، دي نظريه دي موافر دي اللي هي كوساين سيتا زائد اي ساين سيتا اس ان، ده بتساوي كوساين ان سيتا زائد اي ساين ان سيتا. الحقيقه هي 4 افري ان تنتمي الى ار، يعني تقدر تكتب كده عندك مفيش مشكله. هي مش بس صحيحه للبوزيتيف انتجر نمبر، صحيح انا جبتها لكم مساله في اعدادي اثبتوها بالماثيماتيكال اندكشن لما تبقى الان بوزيتيف انتجرز، لكن الحقيقه هي النظريه دي موافر تصلح لجميع قيم ان تنتمي الى الار. ده اللي عايزك تاخد بالك منه. طيب يا شباب، باقي لنا بس كلمه بسيطه في البتاع اللي هي الروتس، ازاي نعرف نجيب الجذور؟ يعني لو عايز اجيب دبليو بتساوي الجذر ان جذر النون الزد، يعني لو زدت اي حاجه ازاي اعرف اجيب الجذر النوني لها؟ انتوا خدتوا العلاقه بتاعها بسيطه دي، على فكره كلمه السيتا بتساوي مش عارف السيتا زائد 2 كي باي، انا قلتها شفاهه من شويه. على اي الاحوال الفورمه افكركم بيها انا كاتبها لكم اهي، اللي هي الجذر النوني الزد بيساوي الجذر النوني الار في اي اس اي، مش كده؟ اي اس اي سيتا زائد 2 كي باي. فنقسم الكلام ده، لو عايز اجيب الجذر النوني هقسم على ان، على اي الاحوال هي دي الفورمه، اللي هي الجذر النون الار في كوساين سيتا زائد 2 كي باي على ان، زائد اي في ساين سيتا زائد 2 كي باي على ان. والكي دي طبعا هتاخد بقى من 0 و1 و2، اهي مكتوبه تحت اهي، من 0 لحد ان ناقص 1 عشان تدي ان من القيم، عشان تدي ان من الجذور. فاذا كانت الزد بتساوي 1 فيدينا الجذر النوني للواحد الصحيح، الجذر النوني للواحد الصحيح. يعني لو على سبيل المثال عايز اجيب الجذر التكعيبي كان عبارة عن واحد وأوميجا وأوميجا تربيع، الأوميجا بتساوي ناقص نص زائد نص جذر 3 آي، والأوميجا تربيع اللي هي بالسالب. فعشان كده الجذور بتاعت الواحد الصحيح كلها على يونت سيركل أهي، كل الأطوال بتاعتهم بتساوي واحد، يبقى واحد وأوميجا وأوميجا تربيع دي الجذور التكعيبية للواحد الصحيح. لو عايزين تجيبوا أربع جذور يعني الجذر الرابع، لو عايزين تجيبوا خمس جذور، الحقيقة كلها موقعة على يونت سيركل، بس كلهم جايين من العلاقة اللي هي اللي فاتت، اللي هي الار اس 1 على ان، نعيدها تاني اهي، اللي هي عباره عن جذر النون الار او ار اس 1 على ان زي ما قلت من شويه، جذر النون الار في كوساين سيتا زائد 2 كي باي على ان، زائد اي ساين سيتا زائد 2 كي باي على ان. وعلى اي الاحوال في السلايد في اول المحاضره، اول المحاضره الثانيه انا مجهزها هي كمان اهي، هنشوفها مع بعض. هي دي كده، ادي كل اللي عايزين نقوله في الكومبلكس نمبرز يا شباب، كل اللي عايزين نقوله في الكومبلكس نمبرز. هنشوف برضو نفس اللي انا، عشان كده ابتديت المحاضره الثانيه برضو بالعلاقه بتاعه الجذور اهي. اذا عايز اجيب بصفه عامه بقى زد اس بي على كيو، بس ما يكونش بي وكيو بينهم قاسم مشترك، ده على طول بيساوي ها كوساين، طبعا في هنا ار واضح ان اتنست هنا، ار اس بي على كيو يا اولاد لو سمحتوا خدوا اكتبوها هنا في الاول ها، يعني هنا ار اس بي على كيو في افتح القوس ها معايا شباب، في ار اس بي على كيو هنا. طيب كوساين بي سيتا زائد 2 كي باي على كيو، زائد اي ساين بي سيتا زائد 2 كي باي على كيو، ودي بتبقى لها كيو ناقص واحد من القيم، كيو ناقص واحد من القيم، بمعنى يبقى الكي بتساوي هذا الكلام ده. انا ابتديت بس المحاضره بقى على اعتبار ان احنا نفكركم بالكلام اللي اتقال في اخر محاضره المره اللي فاتت، اللي هي اللي فاتت دي، وتعالوا بقى ندخل في شغلنا اللي يهمنا. يعني هي بس المعادلات دي، هي لو كنا عايزين نوجد جذور ولا حاجة بنجيبها من المعادلة دي والمعادلة السابقة اللي هي في آخر المحاضرة اللي فاتت. طيب يا شباب، تعالوا بقى نتعرف على أول شغلنا في الكومبلكس فاريبلز. أول شغلنا بقى curves and regions in the complex plane، عايزين نعرف يعني إيه المنحنيات والمناطق في الكومبلكس بلين. طيب بصوا، خلينا نتفق من البداية، لو لقيت عندك المعادلة بتاعتك فيها يساوي يبقى ده كيرف منحنى، في متباينة بقى أكبر من أو أصغر من، أكبر من أو أصغر من، ده يبقى ريجون. واصلة يا شباب؟ اتفق على كده من دلوقتي. نعم. ها؟ أو لو أهو، ما أنا بقول أهو، لو يساوي يبقى يدينا منحنى. يدينا ها قولي. البي البي هنا. زد أس بي على كيو. البي ديت إيه دكتور؟
لو انت مثلا، بس هقول لك انا، بس عايزين نجيب مثلا الجذر التكعيبي لزيد تربيع، تدي كام؟ مش دي تدي زيد اس 2 على 3؟ واصله؟ عايز اجيب الجذر الخامس اللي هو الاس بتاع الزيد اللي تحت الجذر ايا كان بقى، بس المهم اللي يهمني ما يبقاش في قاسم مشترك ما بين البي والكيو معايا، يعني البي هيبقى رقم صحيح والكيو رقم صحيح، بس ما يكونش بينهم ما يبقاش الاسم على بعض. ماشي الحل؟ واصله؟ واصله يا بنتي ولا واصله؟ طيب تمام، بدليل اهو ان احنا ان الكي نفسها اللي بتاخد ارقام انتجر واصله لحد كيو ناقص واحد، يعني لازم يكون ايه الكيو انتجر وبالتالي البي انتجر، بحيث بس المهم اللي يهمني ما يبقاش فيه، لان لو في قاسم مشترك هتختصري الاول، مش كده برضو ولا؟ تمام. طيب ركزوا بقى معايا هنا، بس ما تنسوش زي ما قلت لكم هنا بقى في ايه الار اس بي على كيو الاول. طيب لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى تعالوا نشوف بقى كيرفز اند ريجونز في الكومبلكس بلين، مع ان في عنوان ازرق تحت منها هي سيركلز اند ديسكس هاف بلينز. تعال نشوف ايه الكلام المكتوب ده. مثلا لو الدايره، خلينا نبص للدايره اللي في النص دي الاول يا شباب، لان دي الدايره اعم شويه. الدايره اللي في النص دي انا قلت دايره ليه؟ زي ما قلت لان هنا في ايه يساوي، طالما يساوي يبقى منحنى. هنا بصوا كده على جهه اليسار من المعادله، هي مقياس زد ناقص ايه، احنا اتفقنا على ان مقياس زد ناقص ايه عباره عن كام. لو افترضنا بصوا يا اولاد، لو كان طرف السهم ده الطرف ده كانت النقطه اللي هنا دي نقطه زد، نقطه زد نقطه عامه في المستوى اكس واي، المقياس زد ناقص ايه هيدينا المسافه ما بين النقطه زد والنقطه ايه، نقطه ثابته ايه، زد دي بتتغير والاي دي نقطه ثابته، فيبقى المسافه يبقى مقياس زد ناقص ايه عباره عن المسافه من النقطه زد اللي هنا دي الى هذه النقطه الثابته. اذا كانت هذه المسافه هو بيقول لك انها بتساوي مقدار ثابت اسمه رو، رو اللي هو نصف القطر ده، الله، يعني بيقول لك النقطه زد هتتحرك بحيث انها دائما ابدا تحفظ هذه المسافه بتساوي مقدار ثابت. ده تعريف الدايره يا شباب مش كده، هو البعد بالنقطه بتتحرك في المستوى بحيث يكون بعدها عن نقطه ثابته بيساوي مقدار ثابت اللي هو نصف القطر. يبقى بالتالي بقى الزد مقياس زد ناقص ايه تساوي رو، ده عباره عن دايره متسنطره عند نقطه ايه ونصف قطرها هي الرو. طيب فاذا كانت الاي بتساوي صفر يبقى مقدار الزد بيساوي رو، وبالتالي يبقى ساعتها النقطه الاصل هي مركز الدايره، يبقى كان النقطه الدايره المتسنطره على نقطه الاصل ده معادلتها عباره عن كام؟ عباره عن مقياس زد بتساوي رو، حيث رو هو نصف قطرها. طيب اذا كانت الرو بتساوي واحد، نيجي بقى على الرسم الاولانيه، اذا كانت الرو بتساوي واحد يبقى هي تدينا دايره متسنطره على نقطه الاصل ونصف قطرها بيساوي واحد، بيسميها اليونت سيركل، بنسميها يا شباب اليونت سيركل، كويس؟ اي هي دي الدايره بتاعتنا. طيب امال ايه دول بقى؟ دول دايرتين. بس خلي بالكم بقى معايا، هنا احنا نقلنا بقى ما فيش يساوي هنا، بس قبل ما انتقل يا شباب، قبل ما انتقل لو سمحت خلي بالك، اذا كتبت بقى مقياس الزد ناقص ايه، اذا كانت رو دي، اذا كانت رو، لان مش مكتوبه هنا فاكتبها انت، اذا كانت رو تعبر بتساوي ايبسلون، حيث ايبسلون ده انتوا عارفينه مقدار صغير موجب يقول الى الصفر. اذا كانت الرو بايبسلون يعني المعادله، اكتبها انت معادله ثانيه، انت بقى اكتبها انت معادله ثانيه، يعني مقياس زد ناقص ايه يساوي ايبسلون، دي تعبر عن ايه؟ دي تعبر عن دايره صغيره قوي، شايفينها يا شباب؟ دايره صغيره قوي حول الاي نص قطرها يقول الى الصفر، بيسموها النيبر هود بتاع النقطه ايه؟ يبقى النيبر هود اللي هو نقطه الجوار، اللي هو الجوار بتاع النقطه ايه؟ اسف، الجوار بتاع النقطه ايه؟ النيبر هود اوف ايه؟ عباره عن ايه بقى؟ عباره عن دايره صغيره قوي نصف قطرها ايبسلون، يبقى عباره هنعبر عنها رياضيا ازاي؟ بمقياس زد ناقص ايه يساوي ايبسلون. دي تدينا ايه؟ تقدر تعملها لوحدها كده تاني في مستوى هنا كده، تقول الاكس وده الواي والدايره موجوده اهي، صغرها شويه ما فيش مشكله، واكتب بس بدل الرو اكتب مكانها ايه؟ ايبسلون، وتبقى دي هي النيبر هود بتاع النقطه ايه؟ وهي دايره صغيره جدا حول النقطه ايه؟ طيب تعالوا بقى نشوف هنا. هنا اصغر من، طالما قلنا اصغر من يبقى تريجون ما بقاش منحنى. تعالى كده وانت عشان ترسم اصغر من او اكبر من ترسم التساوي الاول. ترسم ايه؟ التساوي. تعالى خلينا نشوف مقياس زد ناقص ايه تساوي رو واحد. رو واحد اهي، يبقى هي الدايره دي احنا لسه هي اللي جنبها اهي.
اي تساوي رو واحد اهي اكبر منها يبقى هو اللي بره، كل المنطقه اللي بره اصغر منها يبقى النقطه المنطقه البيضاء اللي جوه دي. طيب تعالى نرسم الثانيه، فهو هنا بيقول اكبر منها يبقى هي المنطقه اللي بره، يبقى الرسمه بتاعتنا على لو سابنا كده وما كتبش دي يبقى مقياس الزد ناقص ايه اكبر من رو واحد هو كل المنطقه الخارجه عن الدايره البيضاء دي، واحنا منقطين المحيط بتاعها لان مفيش يساوي هنا، فالمحيط مش معايا، فاسف فالمنحنى بتاع الدايره مش معايا. ليه؟ لان مفيش يساوي هنا. طيب تعال نشوف الدايره الثانيه، مقياس الزد ناقص ايه بيساوي رو 2، هي الدايره الكبيره دي اصغر منها هيبقى هو المنطقه اللي جواها كلها، اكبر منها هي المنطقه اللي براها كلها. طيب لو عايزين بقى ناخد الاثنين مع بعضهم يبقى هنجيب منطقات التقاطع. احنا هنا الدايره الاولانيه المنطقه بتاعتها كانت هي اللي براها، والمنطقه الثانيه الدايره الكبيره المنطقه بتاعتها هي اللي جواها، فبالتاكيد هيتقاطعوا في الحلقه الزرقاء اللي قدامنا دي، وبالتالي بيسموها انولاس ريجون. بيسموها يا اولاد انولاس ريجون او انولاي. انولاي هقبلك معايا، انولاس ريجون يعني اللي هي الحلقه الداخليه دي. انتوا معايا شباب؟ وبالتالي في هذه الرسمه وانا منقط فوق على المنحنى بتاع الدايره الاولاني ومنقطين تحت عن المنحنى الدايره الثانيه. ليه؟ لان ما فيش لا يساوي هنا ولا يساوي هنا، وبالتالي فهي الانولاس ريجون او اللي هي اللي قدامنا دي هي الحلقه دي. معايا شباب؟ كويس. تعالوا طب عندك يا دكتور، اتفضل حبيبي. هو مش مفروض معادله الدايره اكس تربيع زد واي تربيع سو ار تربيع تساوي ايه؟ طب الزد مودلس بيساوي واحد بتساوي دي كده معادله الدايره، او الزد ناقص الايه مودلس هو معادله الدايره برضه. طيب ده انت عسل خالص، ده انت جاي في حاجه سهله خالص. هو مقياس الزد بتساوي كام؟ احنا قايلينها في اول سلايد، عبارة عن الجذر التربيعي الاكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي واحد، إذا اكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي واحد، مش دي الدايرة بتاعك قد ولا إيه؟ قد ما تخليش نطول، استنى عليك على الصبح. تمام، طب الثانية طيب اللي هي الزد ناقص الاي مودلس. طيب حتى لو الزد ناقص اي مودلس تبقى اكس ناقص اي زائد اي في واي. خد الجذر التربيعي بس يبقى السنتر مش عند نقطة الأصل يا باشا. السنتر فين؟ عند الاي. واصله ولا لسه؟ وحيث الاي ده، حيث الاي ده ممكن يكون كومبلكس نمبر، ما هي نقطه ثابته. كلمه نقطه ثابته في المستوى اكس في المستوى في الكومبلكس نمبر ممكن تكون 2 زائد 3 اي، تبقى المسافه دي 2 والمسافه دي 3. واصله يا ابني؟ يبقى السنتر مش عند نقطه الاصل. فاذا كانت دي 5، خلي بالك 5، فهتلاقي ديت نزلت تحت هنا على محور السينات السنتر بتاعها. الحكايه سهله، اوريها لك كمان شويه اذا انت خايف كده. يعني مش مركز بس انت معاه، انت امسك القلم والورقه كده، يعني ما تزعلش قلم مني انت، احنا مش هنتعود على بعض لسه، احنا عارفين بعض ها؟ فما تزعلش مني، لكن ده بص حبيبي لو كانت الاي دي، طب امسك ورقه وقلم كده وانا مليك ها؟ يلا. زد مقياس زد ناقص الاي دي اعتبرها كومبلكس نمبر، كومبلكس نمبر انا اعتبرها ناقص افتح قوس 2 زائد 3 اي. او 2 اسف 2 ناقص 3 اي. معايا يا حبيبي؟ او زائد 3 اي زي ما تحب يعني. اي حاجه. فهتبقى عباره عن كام؟ شيل بقى زد واكتب مكانها اكس زائد اي واي. تبقى المعادله الجديده بتاعتك شكلها ايه بقى؟ مقياس ها؟ اكس ناقص 2 زائد اي في واي، مش عارف اذا فتا كاتب الاشاره بقى بموجبه ولا سالبه، زائد اي في واي ناقص 3، مش كده برضو ولا لا؟ بقى السنتر فين دلوقتي؟ عند 2 و3 اللي هي النقطه دي، مش عند نقطه الاصل. ولو حاولت بقى تجيب الصوره الكارتيزيه بتاعها، خد الجذر التربيعي مش عارف، يبقى الجذر التربيعي الاكس ناقص 2 الكل تربيع زائد واي ناقص 3 الكل تربيع يساوي رو، مش كده يا حبيبي ولا لا؟ شيل الجذر تطلع المعادله اللي انت حافظها. واصله؟ لسه مش واصله. تمام دكتور، وصلت يا حبيبي؟ يعني انت ما عليكش مشكله خالص، انت بس كل اللي عليك شيل الزد واكتب مكانها اكس زائد اي واي. ده بيبقى رقم ظاهر قدامك، جمع الريال على الريال والايماجيني على الايماجيني وهات المودلس. المودلس احنا من اول المحاضره خالص قلنا ان المقياس عباره عن الجذر التربيعي لمربع القيمة الحقيقية زائد مربع القيمة التخيلية. معايا يا باشمهندس؟ واصلة يا ابني حبيبي؟ ده بيبقى تحت الجذر، شيل الجذر هتلاقي نفسك الجهة التانية متربعة اللي هي فعلا الكلام اللي أنت حافظه في إعدادي.
واللي انت واخده في ثانوي حتى كمان في الدايره بالذات معايا باشمهندس. يعني الحكايه ما اختلفتش ابدا، هي هي بالحرف، بس دي صوره اسهل من اللي احنا كنا حافظينه، ما اخبيش عليك. يعني يعني لما تقول مقياس الزيت بتساوي واحد، دي دايره نصف قطرها واحد ومركزها نقطه اطلاس، اسهل من اللي انت كنت حافظها حتى وان كانت في بساطتها اللي هي الثانيه اللي انت كنت حافظها. طيب خلينا بقى نشوف الثانيه. مقياس زيت ناقص ايه اقل من الار، مش يساوي بقى، خلي بالك. انا قلت من شويه حتى شفاهه وانا مش واخد بالي، كنت بقول احنا نرسم التساوي الاول وانا هنا مش كده، كنت بقول لك ارسم التساوي الاول يديك الايه، يديك المنحنى بتاع الدايره. قلت حتى اصغر منه يبقى اللي جواه اكبر منه يبقى اللي بره. طيب مقياس الزيت ناقص ايه اصغر من الرو، ده هيديك ايه؟ هي ادي بيساوي رو اهو، يبقى اصغر منه هو الكلام اللي جوه الدايره، اكبر منه هو الكلام اللي بره الدايره معايا. بس هو كاتب لك هنا اوبن سيركولار ديسك. ديسك ليه؟ لان هو خلاص بقت حته كامله على بعضها، ما بقتش دايره، بقت منطقه مش كده. بس هقول لك انا الاوبن والكلوز دلوقتي، خلينا دلوقتي اقول لك اسهل ما يمكن بالنسبه لك انت. الاوبن ده لو ما فيش يساوي، لكن انا هعرفك حالا او في السلايد اللي جايه هعرفك يعني ايه اوبن، اوبن ريجون واوبن وكلوزد ريجون، هنشوف اوبن سيت وكلوزد سيت، هنشوف الكلام ده دلوقتي. لكن خلينا بالبلدي كده، لو ما فيش هنا يساوي ها تبقى اوبن، في يساوي ها تبقى كلوزد. معايا يا باشمهندس؟ مبدئيا مبدئيا ها بس عشان اسهل عليك الامر. لكن خلينا كده نشوف، خلينا نشوف كده لو سمحتم السلايد اللي بعدها. تعالى كده ناخد شويه امثله بسرعه، تعالى ناخد شويه امثله. الكلام المكتوب ده هو اللي احنا قلناه المره اللي احنا قلناه في السلايد اللي قبلها. تعالى كده ناخد مثال بسرعه كده. مثلا عايز بقول لك انت ها، بيقول لك ارسم لي ها، ارسم لي المنطقه او بين لي المنطقه اللي هي ايماجينري زيت اكبر من الواحد. مثال اهو، انا عامل لك ثلاث امثله اهو جنب بعض اهو، بصوا كده معايا. عايز ابين ها، عايز اوضح المنطقه اللي هي ايماجينري زيت اكبر من الواحد. الايماجينري زيت ده هو مين؟ هو الواي. مش الريال زيت هو الاكس والايماجينري زيت هو الواي، الايماجينري زيت هو الواي. فانا عايز ارسم واي اكبر من الواحد، اتفقنا عشان ارسم اكبر او اصغر ارسم التساوي الاول. فواي بتساوي واحد، ده خط افقي يقطع مسافه قطرها واحد من محور الصادات اهو. يبقى اقوم راسم الخط الافقي وكلمه اكبر من، يبقى هو المنطقه اللي فوقيه، وخلي الخط منقط. هو فعلا انا عامل الخط منقط مش سوليد. انتوا معايا يا شباب؟ ليه؟ لانه لو كان هنا يساوي كنت عملت الخط سوليد وبقى معايا ضمن المنطقه. انتوا معايا يا شباب؟ ادي الرسمه بمنتهى السهوله يا اولاد. ده يعتبر هاف بليل، او لان فوق جزء من المستوى اهو فوق اهو. معايا يا شباب؟ طيب تعال نشوف الثانيه دي كده. عايز ارسم المنطقه الثانيه كده. مثال ثاني اهو، مقياس ريال زد اقل من او يساوي 2. انا ماشي بسرعه ولا ايه؟ مقياس ريال زد ها، مقياس ريال زد اقل من او يساوي 2. الريال زد ده هو مين يا شباب؟ هو اكس. يبقى كان عايز ارسم المنطقه اللي هي بتقول ان مقياس الاكس اقل من او يساوي 2. طبعا دي متباينه، حلها انتوا عارفين اللي هو ناقص 2 اصغر من او يساوي الاكس اصغر من او يساوي 2. فلو رسمت اكس بتساوي ناقص 2 تديك الخط الراسي ده، ولو رسمت الاكس بتساوي 2 تديك الخط الراسي ده. المنطقه اللي بينهم ها هي المنطقه اللي احنا عايزينها، بيسموها فيرتيكال ستريب، بيسموها يا شباب شريحه راسيه. من فضلك يا ابني اقفل الميكروفون عندك، ما تفتحش الميكروفون الا لو هتسال بس، ارجوكم ما تخلونيش اقفل عليكم، خلونا نتعامل كناس كبار كده، وانتوا ناس كبار وانا يعني انتوا عارفين احنا بنعزكم يعني. المهم فدي هي بيسموها فيرتيكال ستريب، شريحه راسيه، وحلها سهل زي ما قلت لكم. مقياس الاكس اقل من او يساوي 2 ده من ناقص 2 ل 2، ناقص 2 ده خط راسي وناقص 2 خط راسي، يبقى هي المنطقه اللي بينهم هو الحل. تعال نشوف مثال ثالث، واي تربيع اقل من ريال زد. ريال زد هي مين يا شباب؟ هي الاكس. وعشان ارسم المتباينه برسم التساوي، اكس بتساوي واي تربيع، ده قطع مكافئ بيتماثل حول الدرجه الاولى حول محور اكس ويفتح يمين لان الاشاره موجب. هذا القطع المكافئ واي تربيع تساوي اكس، اصغر منه يبقى هو اللي جواه، اكبر منه هو اللي بره. يبقى كان المنطقه اللي احنا عايزينها هي دي، وانا منقط منحنى الكيرف نفسه علشان ما فيش يساوي. انتوا معايا يا شباب؟ لكن هنا عامل الخطين سوليد لان هنا في يساوي. تعال نشوف حاجه ثانيه لو كنت عايزين ننعش ذاكره بعضنا كلنا.
بيقول لك المثال بيقول describe the path of a point moving in such that مقياس الزد ناقص 2 يساوي مقياس الزد ناقص i. حاجه حلوه. كنتوا انتوا بتاخدوا الكلام ده قبل كده وبتحلوه بسهوله قوي معايا يا شباب. بيقول لك يعني وضح المسار بتاع نقطه بتتحرك في المستوى بحيث يكون بعدها بيكون البعد بعد النقطه زد عن النقطه 2 يساوي بعد النقطه زد عن النقطه اي. انا لو سبتك كلكم على فكره زمان كنتوا كلكم بتحلوها بسهوله قوي، بس انتوا يبدو انكم نسيتوا الكلام ده، عشان كده احنا قاعدين تعكسوا فيها من ساعتها. لكن على اي الاحوال لو انا سبتك كنت هتعمل ايه؟ هتشيل الزد وتكتب مكانها اكس زائد اي واي، وتشيلها من هنا وتكتب مكانها اكس زائد اي واي. هنا هتجمع الكلام اللي كنت بقوله لابننا دلوقتي من شويه يا شباب، اللي هو هيبقى اكس ناقص 2، هجمع الريال على الريال يبقى اكس ناقص 2 زائد اي في واي. هنا هيبقى عباره عن اكس ناقص افتح قوس الاي هاخدها مشترك يتبقى لنا ها 1 ناقص وناقص واي. بقى عندنا جزء ريال هنا وجزء ايماجنري، وهنا جزء ريال وجزء ايماجنري. لو عايز اجيب المقياس اقول يبقى الجذر التربيعي لمربع الريال زائد مربع الايماجنري، وهنا نفس الكلام، واشيل الجذور من الجهتين ويطلع معادله كبيره ابسطها. لكن انتوا ما تعودتوش مني على الطريقه دي. احنا تعودنا ان احنا نحط في دماغنا ازاي نعرف نفكر، هاو تو ثينك. بصوا يا اولاد كده، شوفوا الحركه اللي هنعملها البسيطه الجميله قوي دي كده. لاحظوا ان انا ما كتبتش ولا كلمه، الحل خلاص واضح قدامي زي الشمس. بصوا كده يا اولاد، زد ناقص 2 دي تمثل النقطه 2 اهي اللي هي 2 و0. النقطه اي هي 0 واي 0 و1 يعني. اهي هي النقطه دي. ده انا واقف عندها دي بالكرسر دي، هي دي. مش كده يا جماعه؟ لو وصلت بينهم الخط ده ونصفت المسافه يا اولاد هتبقى النقطه دي، رحت واخد خط عمودي على منتصف الخط ده. ده هو الخط اللي هو بيمثل الكلام ده، الكلام ده صح؟ ابسطها لك. بصوا يا شباب، انا بقول خلاص هو ده المحل الهندسي المطلوب. معادلته اجيبها ازاي؟ سهله، لان النقطه دي معروفه والنقطه دي معروفه، فنقطه المنتصف معروفه. الميل ده معروف، وبالتالي ميل العمودي عليه معروف، بقى اعرف اجيب معدل خط مستقيم بدلاله نقطه عليه والميل. بس يا ترى ليه انا قلت ان هو ده المحل الهندسي المطلوب؟ انا الحقيقه استعملت نظريه بسيطه جدا في ثالثه اعدادي، اللي هي العمود الساقط من رقص المثلث المتساوي الساقين عمودي على القاعده وينصفها. عملت عكسها انا. ليه يا شباب؟ انت دلوقتي النقطه زد هتقع على هذا الخط، بتتحرك على هذا الخط، فزد ناقص 2 هي المسافه دي، وزد ناقص اي هي المسافه دي، الاثنين متساويين، يبقى ده مثلث متساوي الساقين. حيثما وجدت هي فعلا هذا الخط، اي زد تقع عليه لازم تحقق المعادله ان دي بتساوي دي. لازم. ليه يا شباب؟ لان الخط اللي ساقط من، لو انا تصورت ان انا واقف هنا مثلا او الزد واقف انا اهو، فادي المسافه اللي هي مقياس زد ناقص اي، وادي المسافه اللي هي زد ناقص 2. ده لابد ان تكون المسافتين متساويين. ليه؟ لان العمود الساقط من راس المثلث الى على القاعده بينصفها، مش كده يا جماعه؟ وانا راسم الخط عمودي عليه. يا ترى الكلام واضح يا اولاد ولا لا؟ يعني استخدمت نظريه بسيطه تسهل لك، واللي مش فاهم كلامي يمشي من جنب الحيط. يعني يمشي من جنب الحيط، يكتب بقى الكلام اللي انا قلته من شويه، شيل دي ويكتب اكس زائد واي ودي اكس زائد اي واي، ويجمع الريال مع الريال والايماجنري مع الايماجنري، وياخد الجذر التربيعي واصل الكلام، ويبسط المعادله بعد كده. لكن ارجو ان انتوا تعملوا كده علشان تبقوا فاهمين يعني الكلام. يبقى ده كان ده اقدر ببساطه اخدوه على النظريه اللي هي عملت انا عكس النظريه، ان هو العمود على القاعده وبينصفها يخلي المثلث متساوي الساقين. طيب يا شباب تعالوا كده، عايزين بقى نعرف شويه تعاريف مهمين جدا عشان هنسمعهم طول الترم. طول الترم هتلاقونا بنقول الالفاظ اللي انا هقولها دلوقتي دي، اللي احنا هعرفها لك دلوقتي، فبالتالي عايزك تكون عارف يعني ايه الكلام اللي بيتقال دلوقتي. مثلا كلمه بوينت ست، بوينت ست يعني ست مجموعه كل عناصرها نقاط، سواء كانت فاينايت او انفاينايت، والنقاط في الكومبلكس بلين يعني كومبلكس نمبرز. معاش متفقين خلاص على كده يعني. طيب عايزين نعرف مثلا كلمه ست، لو عندنا ست اس اسمها اس، ده ست من الكومبلكس بلين، من كل الكومبلكس بلين اللي هو الاكس واي بلين،
عندنا سنت اس امتى نقول عليها اوبن يا شباب؟ انا قلت لك من شويه لو كان مش عارف المنحنى ما فيش يساوي، لكن طبعا دلوقتي افترض عندك ست تانيه. فالمهم التعريف الرياضي بتاعها ايه؟ عفوا الست هتبقى مفتوحه يا اولاد ببساطه شديده جدا لو اي نقطه في هذه الست اس خدت حواليها جبت الجوار بتاعها النيبر وود بتاعها، يعني عملت دايره حواليها صغيره لقيت الدايره دي بتحتوي على نقاط فقط داخل الاس تبقى هي الداله اوبن. بصوا يا شباب سيبنا بقى من الرسمه اللي مرسومه دي، انا بس عشان ابين لك الحكايه، لو ده خط لو ده هو محور السينات وده محور الصادات وبتكلم على نص المستوى الفوقاني ده، ده مفتوح ليه؟ لان لو اي نقطه خدت عليها خدت حواليها نقطه ثابته اسف نقطه الجوار اخدت معاها دايره صغيره مش هتحتوي الا نقاط جوه الايه بتاع، ما ينفعش تاخد نقطه على هذا الخط ليه؟ لان ده مش معاك. احنا قلنا مفيش تساوي مش كده؟ ملوش باوندري، الست ملهاش باوندري ملهاش حدود، وبالتالي فعلا اي نقطه تاخد حواليها نقطه دايره صغيره هذه الدايره لن تحتوي الا على نقاط داخل الاس فتبقى ساعتها اوبن. معايا شباب؟ طيب ومكاتب لك بالمناسبه كاتب لك امثله على الاوبن ست، يعني هنا مثلا اهو الانتيريور بتاع سيركت اللي احنا بتاع سيركل اللي احنا كنا عاملينها من شويه، اهو النص المستوى اليمين ولا نص المستوى اليسار ولا اللي فوق ولا اللي تحت كل دي اوبن سيتس. طيب تعال نشوف كده تعريف اخر، يعني ايه سيت اس كونكتد مترابطه؟ يعني ايه سيت اس مترابطه؟ بنقول ان السيت اس الكلام ده بقول لك مهم جدا يا اولاد لان الكلام ده هتسمعوه دائما ابدا، هنبتدي نقوله من المحاضره الجايه، هتسمعوا الالفاظ دي من المحاضره الجايه فما تقعدش تضيع وقتك، فانا عشان كده حطيتهم لك كلهم ورا بعض. السيت اس هتبقى كونكتد او مترابطه بمنتهى البساطه لو خدت اي نقطتين في الست قدرت توصل بينهم بخط منكسر، خط منكسر خط مستقيم منكسر، يعني مش لازم يكون تصل النقطه مباشره بخط واحد، لا ممكن طالما تقدر توصل ما بينهم بخط باكتر من خط منكسر. اجيب لك كده الحلقه اللي كانت عندنا من شويه، بصوا كده يا اولاد شايفين دي كده شايفين الحلقه الزرقاء دي، خليك حتى تاخد نقطة هنا ونقطة هنا. ما ينفع لو طالما تقدر توصل ما بينهم أدا خط أسف. طالما تقدر توصل ما بينهم بخط بأكتر من خط منكسر كده أهو 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 توصل للنقطة. هذه الخطوط تقع كلها داخل الريجون تبقى السيت بتاعتك كونكتد. أقول تاني. يبقى السيت هتبقى إمتى كونكتد يا شباب؟ إذا لأي نقطتين في الست، أي نقطتين في الست، هنا نقطة ونقطة توصل خط مستقيم. هنا نقطة شوف لو حتى نقطة فوق وكانت نقطة فوق ولا نقطة تحت هنا، ما مش صحيح مش هنعرف نوصل بينهم كده، لكن نقدر ناخد خطوط منكسرة كده كل الخطوط تقع داخل الريجون فهي تبقى كونكتد. طب أمال إمتى تبقى مش كونكتد؟ لو أنا أخدت لو الخطوط بتاعتي لو جيت تاخد خط مثلا مثلا خلينا نعتبر مشينا هنا مش هتبان، هقولها لك حنوت وابينها لك بالظبط، لكن لو الخطوط دي ما وقعتش كلها داخل الريجون تبقى الريجون بتاعتك نوت كونكتد، تبقى الريجون بتاعتك ايه يا شباب؟ نوت كونكتد. معايا حضرتك؟ يبقى اذا وصلت بين اي نقطتين في الست بخط منكسر او مجموع او مضلع منكسر كده ولقيت ان الخطوط بتاعت المطلع كلها تقع داخل الريجون تبقى الريجون دي كونكتد، اذروايز ات از نوت كونكتد. طيب نرجع للكلام تاني. الكومبلمنت بتاع الاس هو نفس تعريف الكومبلمنت اللي انتوا عارفينه. يعني ايه الكومبلمنت بتاع الاس يا شباب؟ انا عندي الست اس ست كانت دايره في المستوى اكس واي او ديسك بقى بلاش دايره يعني ديسك في المستوى اكس واي. الديسك نفسه هو ده الست اس. بقية المستوى اكس واي هو الكومبلمنت بتاعها. انتوا معايا شباب؟ بقى هو الكومبلمنت بتاع الست اس. اذا كانت الاس سبست من مين؟ من الكومبلكس بلين من السي. طيب يبقى الكومبلمنت هي النقاط التي لا تحت التي ايه لا تح... التي لا تحتوي على مين؟ على اس. هي النقاط اللي هي غير اس تحتوي على الكومبلكس بلين، اسف هي نقاط تنتمي الى الكومبلكس بلين لكنها لا تنتمي الى الاس. ده هو الكومبلمنت بتاع اس.
طيب الترابط يا شباب، الكونكتد دي، كلمه الكونكتدنس دي، الترابط ده نوعين، ركز لو سمحت معايا. الترابط نوعين، نوع سيمبل ونوع مالتيبل. يعني ترابط بسيط يبقى المنطقه بنقول عليها سيمبل كونكتد رير. هتسمعوا الكلام ده كتير فارجوكم خلي بالكم معايا، هنقول عن دي مش مكتوبه فاكتبوها. سيمبل كونكتد ريجون دي مش مكتوبه، والمالتيبل كونكتد ريجون مش مكتوبه فاكتبوها لو سمحتوا. امتى نقول على الريجون سيمبل كونكتد؟ انا عندي ريجون كونكتد وعايز اعرف هل هي كونكتد سيمبل ولا مالتيبل، يعني سيمبلي كونكتد ريجون ولا مالتيبلي كونكتد ريجون. اذا كان الكومبلمنت بتاع الست، خلي بالك اذا كان الكومبلمنت بتاع الست، نرجع بقى تاني لل، انا عندي ست اهي اولاد اهي، دي كونكتد زي ما اتفقنا من شويه، اللي هي الست الزرقاء دي، الحلقه دي، الانولاس دي، لكن الكومبلمنت بتاعها فين؟ بقيه الكومبلكس بلين، وبقيه الكومبلكس بلين هيبقى مين؟ هيبقى الدايره البيضاء دي زائد كل البياض، كل بقيه السلايد دي، مش كده يا شباب؟ طيب هل اذا كان بقى الكومبلمنت بتاع الريجون بتاعك كمان كونكتد، هو ايضا كونكتد، اولسو كونكتد، تبقى الحلقه، تبقى الريجون بتاعتنا سيمبلي كونكتد. يبقى اذا كان عندك ريجون كونكتد او سيت كونكت، بلاش ريجون دي، اذا كان عندنا كونكتد سيت اس والكومبلمنت بتاعها بيرمزوا لها باس وعليها سي فوق، مكتوبه دي. اذا كانت الاس سي دي، اس كومبلمنت يعني، كمان كونكتد، تبقى على طول الريجون بتاعك او السيت بتاعك، اسف السيت بتاعنا سيمبلي كونكتد ريجون. اذروايز بمعنى اذا كان عندنا سيت كونكتد والكومبلمنت بتاعها نوت كونكتد، تبقى الريجون بتاعتنا او السيت بتاعتنا مالتيبلي كونكتد. يبقى لو الكومبلمنت ما هوش كونكتد تبقى السيت بتاعتك مالتيبلي كونكتد. مثال على المالتيبلي كونكتد، الحلقه اللي انا واقف عندها دي، ليه يا شباب؟ احنا قلنا ان الحلقه دي كونكتد، لكن الكومبلمنت بتاعها هي الدايره البيضاء دي، هي الدايره البيضاء دي وال بقيه الكومبلكس بين اللي بره ده، فخد نقطه بره ونقطه جوه، لا يمكن ابدا تقدر توصل ما بينهم، لان اي خطوط هتوصل ما بينهم هتعدي خلال مين؟ هتطلع بره الكومبلمنت بتاعنا، بره السيت اللي احنا بنتكلم عليه، وبالتالي بره السيت اللي هي الكومبلمنت، وبالتالي السيت اللي هي الكومبلمنت دي نوت كونكت، لان الخطوط اللي بتصل بين النقطتين فيها لا تقع كلها جوه السيت اللي هي الكومبلمنت دي، وبالتالي هي نوت كونكت، وبالتالي فالحلقه معروف خلاص. اعرفوا بقى من دلوقتي ان الانوس ريجون دائما ابدا يا شباب مالتيبلي كونكتد ريجون. لكن مثلا بصوا على دي، لو افترضنا ان دي بقى مش يساوي، لو كانت اصغر من، لو كان اللي هي دي، يعني كأن لو كنت بتكلم على الديسك اللي جوه ده، انتوا معايا يا شباب؟ الكومبلمنت بتاعك دي كونكتد، لان اي نقطتين هتوصل بينهم بخط، مفيش مشكله، هيقع جوه الست. لكن الكومبلمنت بتاعنا فين؟ هو كل الكومبلكس بلين اللي بره ده، بره الدايره. اي نقطتين في الكومبلكس بلين بره هتوصل بينهم، تقدر توصل بينهم باي نقطتين، يقعوا كلهم بره في السيت اللي هي الكومبلمنت دي، وبالتالي فالديسك ده سمبل كونكتد ريجون، سمبل كونكتد ريجون او سمبل كونكتد سيت. معايا يا شباب؟ تمام، توكلنا. يبقى احنا عرفنا يعني ايه سمبل ويعني ايه مالتيبل. تعال نشوف تعريف اخر اللي هو الباوندري بوينتس. اتفضل يا حبيبي. تاني بس على الرسم عشان مش فاهم. لو تصورنا ان بقى مش يساوي، يساوي ده منحنى زي ما اتفقنا، انا بتكلم على ست، ها؟ لو تصورنا انا بتكلم على، لو كانت دي اصغر من، يعني لو كان هو الديسك في الست اس بتاعي، هو الديسك اللي جوه ده، هو الدايره نفسها والديسك يعني، مش كده؟ يعني اصغر من او يساوي زي دي كده، اللي هي دي الست ده كونكتد ولا لا؟ كونكتد. ليه؟ لان انت اي نقطتين في الست دي تقدر توصل بينهم بخط يقع في الست، صح ولا لا؟ موافقين يا باشمهندس؟ تمام. طيب الكومبلمنت بتاع بقى بتاع الدايره دي، بقيه الدايره دي من الكومبلكس بلين فين؟ كل الكومبلكس بلين ما عدا الدايره دي، ده هو الاس سي. لو دي هي الاس يبقى اللي بره كلهم هم الاس سي. خد اي نقطتين في الاس سي دي، اي نقطه فوق هنا الجهاد ونقطه الجهاد، مش تقدر توصل يا ابني بينهم بخطوط منكسره لحد ما توصل النقطه؟ تقدر توصل بينهم، كلهم يقعوا فين؟ كلهم يقعوا بره الدايره، فهي يقعوا جوه الاس سي، فهي كونكتد هي كمان، وبالتالي ساعتها نقول ان الاس نفسها
simply connected region. معايا حبيبي؟ واصله يا ابني؟ لكن دي لو خدت الكومبلمنت بتاعك بتاع الحلقه الزرقاء دي، الكومبلمنت بتاعنا هو الدايره البيضاء دي وبقيه المستوى ده. لو خدنا نقطه هنا ونقطه يعني لو خدنا نقطه بره هنا ونقطه جوه، مش دول النقطتين دول في الاس سي، نقطتين في الاس سي، لكن لا يمكن تقدر توصل ما بينهم بخطوط الا ان تقطع مين؟ الحلقه. طالما بتقطع الحلقه يعني بالعربي ان الخط مش هيقع كله في الاس سي، ده هيقع منه جزء بره الاس سي، ليه؟ لانه وقع في الاس نفسها. وبالتالي فالاس سي اللي هي الاس كومبلمنت يعني ها دي نوت كونكتد، بس الريجون الزرقاء كونكتد، بس تبقى الكونكتد بتاعها الكونكتدنس بتاعها مالتيبلي كونكتد ريجون، مش سيمبل. لا دي سهله بقى، مش صعبه صراحه. يعني عندك ست اس كونكتد، اذا كان الكومبلمنت بتاعها كونكتد تبقى الاس سيمبلي كونكتد، اذا كان الكومبلمنت بتاعها نوت كونكتد تبقى الاس بتاعك مالتيبلي كونكتد. الحكايه في منتهى البساطه يعني. عايزين نشوف الباوندري بوينتس يعني يا شباب، اللي هي النقط الحدوديه دي سهله يعني. لو كان عندك شويه، انا قلت من شويه اللي هو المنحنى نفسه بقى بتاع الدايره نفسه، المنحنى بتاع الدايره نفسه. المهم الباوندري بوينتس للست اس، لو انت وقفت على نقطه الحدود، تخيل اهو نرجع تاني اولاد كده تاني لها، لو انت واقف عند اي نقطه في الحدود هنا على الحد ده وخدت نقطه الجوه، خدت عملت نمبر هود حولها دايره صغيره، مهما صغرت الدايره هتلاقي هتبقى النقطه باوندري امتى؟ لو اي نيبر هود احتوى على نقط من الست ونقط ايضا بره الست. كلكم واضحين زي الشمس، شايفينها زي الشمس. لو رسمت على نقط، لو انت وقفت على نقطه المنحنى هنا، نقطه الحدود هنا، ورسمت اي دايره مهما صغرت هذه الدايره، لازم هذه الدايره تحتوي على نقط داخل الست ونقط خارج الست. هي دي الباوندري بوينت يا اولاد. يبقى الباوندري بوينت عباره عن ايه بقى؟ قلنا عباره عن ها كل النقط اللي النيبر هود بتاعها، افري نيبر هود للست للباوندري بوينتس دي، افري نيبر هود لكل النقاط دي، لكل نقطه من نقاط الباوندري دول، افري نيبر هود مهما كان لازم يحتوي على نقاط داخل الست ونقاط خارج الست. طيب كويس، ليه احنا قلنا بقى كل التعريفات دي كمان بالمناسبه؟ تعال نعرف ما يسمى بالدومين. انتوا بتسمعوا كلمه دومين كتير وبتسمعوا كلمه ريجون كتير، وعندنا الخلطه على ودنه في الحكايه دي. هو حتى كاتب هنا تحذير، شايفينها؟ تحذير. الدومين يا شباب بقى بنتكلم على دومين، انتبه رجاء، بنبقى قاصدين حاجتين. قاصدين ان المنطقه بتاعتك ديت او الدومين بتاعنا ده عباره عن اوبن وكونكتد ست. يبقى الدومين لازم يحقق شرطين. الست دي امتى نقول على الست دي هي دومين؟ اذا كانت الست دي اوبن وكونكتد. امال امتى تبقى ريجون؟ الريجون عباره عن دومين زائد بعض او كل الباوندري بوينتس. تاني يبقى الدومين، لما نطلق كلمه دومين، الفهم ده كان مش عندنا اكيد ما كانش في دماغنا، كنا بنقول على مزاجنا كده كلام على مزاجنا. لكن دلوقتي الدومين، اول ما نطلق كلمه دومين افهم ان احنا نقصد ايه. الست بتاعنا لابد ان تكون، اللي احنا بنسميها الدومين دي، لابد ان تكون اوبن ست اند كونكتد ست. لكن الريجون عباره عن دومين مضاف اليه بعض او كل الباوندري بوينتس بتاع الست. تمام كده، تعال نشوف بقى الكلام اللي هو البسيط التاني بقى. طيب يا شباب، يعني ايه كومبلكس فانكشن يا شباب؟ انتوا عارفين كلكم الكومبلكس الريال فانكشن ده اللي هي الاف اوف اكس، ده هو كان الاندبندنت فاريبل، والاف اوف اكس هي اللي هو اللي سميناه واي زمان كان هو الديبندنت فاريبل، وقيم الاكس هي الدومين، وقيم الواي هي الرينج. نفس الكلام هنا بقى، لو هنشتغل على كومبلكس فاريبل، يعني هنا الاندبندنت فاريبل بتاعنا هو زد اللي هو الاكس واي، والديبندنت فاريبل بتاعنا هنقول عليه دبليو، هنقول عليه دبليو اللي هو اف اوف زد اللي هي قيم اف، قيم الداله عند النقطه زد. معايا يا شباب؟ الزد، وبالتالي فالزد ده داله في الاكس والواي، واليو دي داله في الاكس والواي. خلي بالك الزد ما تنسوش ان احنا عبرنا عنه بطريقتين، يعني قيم الزد هي الدومين، قيم الواي هي الرينج. نفس الانالوجي ما بين الريال والكومبلكس.
الزد عبرنا عنه بطريقتين، بفكرك تاني باكس زائد اي واي او بار اي اس اي سيتا اللي هي ار في كوساين سيتا زائد اي ساين سيتا. نفس الكلام هنعبر عن الداله بتاعتنا اللي هي الدبليو. خلي بالك هنا هيبقى عندنا مستويين اهم، انتبه بقى رجاء، عندنا مستويين اهم، عندنا الزد، الزد بلين اكس وواي، انتبه المستوى الجديد هيظهر اهو بقى. الدبليو برضو هنعبر عنها بطريقتين، اما ان احنا نعبر عنها بانها يو زائد اي في، واليو دي داله في الاكس والواي والفي داله في الاكس والواي، يعني اليو ريال والفي ريال زي الاكس ريال والواي ريال. فهنعبر عن الداله برضو بطريقتين، اما بيو زائد اي في او بكابتل ار في اي اس اي فاي. كابتل ار هتيجي كمان شويه، كابتل ار في اي اس اي فاي يعني كابتل ار في كوساين فاي زائد اي ساين فاي. يبقى الزد هنعبر عنها بطريقتين، كومبلكس او اكسبوننش او بولر، ونفس الكلام الداله هنعبر عنها بكارتيزيان او بولر. نفس الكلام دي هتبقى يو زائد اي في، ما تنسوش ان اليو ريال والفي ريال، بقول الاثنين داله في الاكس والواي. لو على سبيل المثال تعالى نوريك مثلا ازاي ممكن نعمل الحكايه دي. مثلا بيقول لك دبليو، لو عندنا مثال بيقول دبليو، شوف اهو يا اولاد، دبليو بتساوي اف اوف زد بتساوي يو اوف اكس واي زائد اي في اوف اكس واي. ده بالتاكيد ليه؟ لان الزد نفسها داله في الاكس والواي. تعالى نبين لك، عشان نبين لك الحته اللي هي معموله بالازرق دي، تعالى نبين لك في مثال هنا. بيقول لك افرض على سبيل المثال كان عندنا دبليو بتساوي اف اوف زد بتساوي زد تربيع زائد 3 زد. بيقول اوجد اليو والفي. اوجد ايه؟ اليو والفي. سيبك بقى من كلمه بقى اوجد عند النقطه، لانك هتشيل زد وتعوض عنها بالقيمه دي، الكلام بتاع زمان. عندنا اف اوف اكس بتساوي اكس تربيع زائد 5 اكس، عايزين اف اوف 2 تشيل اكس وتكتب مكانها 2، هو نفس الكلام هنا، بس هنا الزد بقى بنشيلها ونكتب مكانها كومبلكس نمبر. طيب نقطه يعني ثابته، يعني عايزين نكتب الداله عند النقطه الثابته دي. طيب يا شباب، لكن انا سيبك بقى، مش هيعنيني ده صراحه، انا يعنيني ازاي نجيب اليو والفي. الحكايه ببساطه شديده جدا يا ابني، هنشيل الزد. انت قدامك زي ما قلت لك سكه من اثنين حسب طبيعه المساله اللي قدامك، وهبينها لك حالا كلمه طبيعه المساله دي. يعني الزد دي تربيع زائد 3 زد، سهل ان انا عايز اجيب يو وعايز اجيب في، اشيل الزد واكتب مكانها اكس زائد اي واي، واشيل الزد من هنا واكتب مكانها اكس زائد اي واي. فيبقى الزد تربيع عباره عن كم ساعتها؟ اكس زائد اي زائد اي واي، الكل تربيع. معايا؟ نربع، فك القوس كده لو سمحت، تدينا اكس تربيع ناقص واي تربيع زائد 2 اي اكس واي زائد 2 اي اكس واي، ودي عباره عن 3، شيل بقى الزد واكتب مكانها اكس واي، تقوم تد اكس زائد اي زائد اي واي، تقوم تدينا زائد 3 اكس. لو جمعنا الريال على بعضه تقوم تدينا هنا ايه؟ اكس تربيع ناقص واي تربيع زائد 3 اكس، اللي هم مين؟ اللي هو الريال اللي بتاع الجهه الثانيه. هنشيل الدبليو ونكتب مكانها يو زائد اي في. لو سوينا الريال بالريال تقوم تدينا يو بتساوي اكس تربيع ناقص واي تربيع زائد 3 اكس. لو سوينا الاماجنري بالاماجنري، الاماجنري بتاع الدبليو هو الفي، هنسويه بتساوي ها اللي باقي هنا كان كام؟ كان هنا زائد 2 اي اكس واي، مش كده؟ يبقى لو شلنا الاي تبقى 2 اكس واي، وهنا في كمان اي مضروبه في 3 واي، فيبقى زائد 3 واي، يبقى الفي بتساوي 2 اكس واي زائد 3 واي. حكايه في منتهى البساطه يا شباب. كلمه حسب طبيعه المساله بقى، بصوا يا اولاد، افرض في مثال اخر كنت بقول لك هات لي اليو والفي اذا كانت الدبليو بتساوي زد اس 50 مثلا، او زد اس 30، او زد اس 20. طبعا مش من الحكمه انك تحط الزد بتساوي اكس زائد اي واي، ساعتها تبقى لا مؤاخذه يعني مش واخد بالك خالص، مش مركز. لكن طبعا الحكمه ساعتها تقول والله لا، ده انا احطها بالصوره الاسيه احسن لي. يبقى ساعتها لو كانت دي زد اس 50 ولا 100 ولا 20 ولا 30، اقول لا ده يبقى الزد هحط الزد بتساوي ار اي اس اي سيتا. فتبقى الزد اس 20 عباره عن كام؟ عباره عن ار اس 20 في اي اس اي 20 سيتا، تساوي ار اس 20 افتح قوس كوساين 20 سيتا زائد اي ساين 20 سيتا، احط الجهه الثانيه بيو زائد اي في. اذا يو تساوي ار اس 20 في كوساين 20 سيتا، والفي تساوي ار اس 20 في ساين 20 سيتا، مفيش مشكله خالص. كان ممكن لو مش قايل لك هات اليو والفي وقايل لك يعني عبر عنهم، كنا نقدر ساعتها برضو نحط الدبليو بتساوي ار كابيتال في اي اس اي فاي، وعندئذ تبقى الار كابيتال هتساوي ار صغيره اس 20
والفاي بتاعت الدالة دي تساوي 20 سيتا، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. حكاية سهلة، حسب طبيعة المسألة، أدي كلمة حسب طبيعة المسألة، يا ترى أحط الزد بالكارتيزيان ولا بالبولر، يا ترى أحط الدبليو بالكارتيزيان ولا بالبولر، هو ده حسب طبيعة المسألة. فالحكاية هنا بس حبيت أوريكم، وطبعا في مثال آخر قدامك هنا برضو، هنشيل الزد ونحط بدلها إكس أي واي، نشيل الزد بار ونحط بدلها إكس ناقص أي واي، نجمع الريال على الريال والإماجنري على الإماجنري، ونساوي بالريال الجهة التانية ونساوي الإماجنري الجهة التانية. الحكاية في منتهى البساطة، ما فيش فيها مشكلة كبيرة أول حاجة. طيب يا شباب، لو عايزين بقى نعرف آخر حاجة يعني، خلاص عشان إحنا في أول مرة فمش عايز أطول عليكم قوي، هنعرف الليمت والكونتينيوتي والديفرينشيابيليتي، وانا انصرف ان شاء الله مش هياخدوا مننا خمس دقائق. الليمت بس اعرف من دلوقتي، انا عايز اعرف الليمت اف اوف زد، اهي شوف نفس التعريف بتاع زمان اللي انت عارفها، اف اوف زد از سيت تو هاف ذا ليميت ال ات زد ابروتش تو ذا بوينت زد نوت. يعني عايز اجيب الليمت للداله اف اوف زد لما زد تقول الى زد نوت، اهو بنكتبها كده، بنكتب ليميت لما زد تروح لزد نود لاف اوف زد، اذا كانت الليميت دي هي ال بنقول ليميت اف اوف زد لما زد تروح لزد نود بتساوي ال امتى يا شباب؟ امتى؟ هنا بنقول لو كان، شوف بنعرف الليميت فين؟ عند نقطه. اعرف حسابك، خد بالك من دلوقتي خد بالك من دلوقتي ان احنا بنعرف الليميت والكونتينيوتي والديفرنشيابيلي الثلاثه، هنقول الكلمه اللي مكتوبه تحت دي اللي هي ايه؟ اف از ديفايند ان نيبرهود اوف زد نود، لو كانت الداله معرفه في الجوار بتاع النقطه زد نود، اعرف الكلمه دي. بس في الليمت هنا في الليمت ما بنشترطش انها تكون معرفه عند الزود نفسها، والله لو كانت معرفه عندها خير وبركه، لكن مش لازم في الليمتس تبقى معرفه عندها، اكسبت برهابس ات زد نود اتسلف، في الكلام ده في الليمت بس. لكن في الكونتينيوتي والديفرنشابيلتي هنقول الجمله دي تاني، هنكررها تاني، لو كانت الاف از ديفايند ان نيبرهود اوف زد نود، لازم تكون الداله معرفه في الجوار بتاع النقطه زد نود، مش بس عند زد نود، لا في الجوار بتاعها، عند كل نقاط الجوار بتاعها. والجوار بتاعها بفكرك هي الدايره الصغيره النصف قطرها ابسلون اللي هو بيقول الى الصفر. امتى يا شباب نقول ان ده بيساوي ده؟ امتى نقول ان الليمت بتاع الداله اف اوف زد دي بيساوي ال؟ يعني امتى نقول الكلام ده موجود يعني؟ خلينا اوري لك على الرسم احسن عشان نخلص. بصوا يا اولاد، ادي ادي الزد وادي الزد نود، ادي ال وادي الاف اوف زد. بصوا على الرسمه البسيطه دي، شوفوا هنا ظاهر مستويين يا اولاد، ادي الاكس واي بلين، ادي الاكس واي بلين، وادي اليو في بلين، يعني ده الدبليو بلين بنسموه، اكتب تحتيه كده، هو ده الدبليو بلين وده الزد بلين. خلي بالكم ببساطة شديدة جدا، ببساطة في منتهى البساطة يا شباب، شوف الزد الدالة اف هتنقلها هنا للمستوى الثاني لاف اوف زد، الزد نود هتنقل الى اف اوف زد نود. على اي الاحوال، امتى نقول ان الدالة اف اوف زد لها الليمت ها ال؟ اذا كانت كلما اقتربت، انتبهوا يا اولاد، كلما اقتربت اف اوف زد من نهايتها في هذا الديسك اللي هو اللي في الدبليو بلين، تقترب الزد من نهايتها في الزد بلين. يعني يا شباب كلام بقى اللي انتوا عارفينه، يعني كل ما كانت المسافة دي صغيرة اللي هي مقياس زد ناقص زد نود تبقى صغيرة، تبقى المسافة اف اوف زد ناقص ال تبقى صغيرة. هو ده تعريف النهاية يا اولاد بمنتهى البساطة. على فكرة كلما اقتربت اف اوف زد من نهايتها، يعني لو كانت المقياس مودولس اف اوف زد ناقص ال اقل من ابسلون، نلاقي ان مقياس زد ناقص زد نود اقل من دلتا. يبقى الليمت امتى هتبقى موجوده يا شباب بالبلدي كده؟ كلما اقتربت اف اوف زد من نهايتها، تقترب الاف اوف زد من النقطه بتاعنا اف اللي هي زد نود. ده هو تعريف النهايه. الكلام ده هو مكتوب بالحرف كده في الجهه الثانيه اهو يا اولاد. اهو شوف، كلما كانت مقياس اف اوف زد ناقص ال اقل من ابسلون، نلاقي ان الزد ناقص زد نود اقل من الدلتا، بس ده في المستوى زد وده في المستوى دبليو. معايا شباب؟ طيب اللي الفرق الوحيد، انتبهوا بقى كويس قوي، انتوا لو عايز تجيب الليمت بقى اكتب عندك لان مش مكتوبه قدامي هنا. لو عايز تجيب الليمت دي يا اولاد، لو عايزين نجيب الليمت دي بنجيبها ازاي؟ ده كومبلكس، ده مش هتعرفها، بس احنا كلنا كاتبين ان الاف اوف زد بتساوي يو
of x وy زائد i في ال v of x وy مش كده؟ يبقى ليميت لما زد تروح لزد نود، ما هي زد دي عباره عن كام؟ عباره عن x زائد i y، وزد نود دي ده كومبلكس نمبر، يعني سميه الفا نود زائد i بيتا نود كومبلكس نمبر. ها تاني، يبقى الزد عباره عن x زائد i y، والزد نود عباره عن كومبلكس نمبر سميه الفا نود زائد i بيتا نود. هنوزع الليميت ده على الاثنين، يبقى الليميت دي هنوزعها على، ها هنقول ليميت لما اكس وواي تروح لالفا نود وبيتا نود لمين؟ لنفتح قوس يو زائد اي في، اوزع الليميت على الاثنين، يبقى ليميت لما اكس وواي تروح لالفا نود وبيتا نود لليو اوف اكس وواي زائد اي في ليميت الفي لما الاكس والواي يروحوا للالفا نود والبيتا نود. يا ترى انتوا حاسين بالجمال اللي اتعمل دلوقتي؟ احنا دلوقتي نقلنا الليميت يا اولاد، الكلمه البسيطه التافهه جدا اللي قلناها دي عملت لك ايه؟ حولت لك الليميت بدل ما بتشتغل على الكومبلكس اناليسيس، الداله يو دي داله ريال والداله في دي داله ريال، حولنا احنا دلوقتي بالجمله البسيطه جدا دي ان احنا ازاي بدل ما نشتغل على الكومبلكس بلين مش عارفين نجيب الليميت فيه، لا ده احنا بنعرف نجيب الليميت كويس جدا في الريال بلين في الريال اناليسيس. بس دي الريال اناليسيس انت شغال الاكس وواي، يعني انت هتجيب النهايه بتاعت داله في متغيرين اكس وواي، الكلام اللي انت خدته السنه اللي فاتت مع الدكتور ياسر على ما اعتقد يعني، او مع الدكتور شكري مش فاكر مع مين، معايا شباب؟ طيب يبقى احنا دلوقتي هنقول بقى ليميت اف اوف زد هتساوي ليميت اليو زائد اي ليميت الفي، ونجيب بقى ليميت عن طريق لداله في متغيرين. اعتقد ان انتوا كنتوا بتجيبوا الليميت دي عن طريق المسارات، عن طريق طريقه المسارات. خلي بالك، ما هو الفرق هنا بقى، الفرق ما بين الليميت في 2 دايمنشن او الليميت دي في الكومبلكس هنا اللي هو في 2 دايمنشن يعني، عن الليميت اللي هناك في الريال، كانت الليميت في ال 1 دايمنشن كنتوا بتقولوا لازم الليميت اللي جايه من اليسار تبقى بتساوي الليميت من ناحيه اليمين، لكن هنا لا، هنا الليمت بصوا يا اولاد تاني على الديسك، شوفوا الزد تقترب من الزد نود من اي اتجاه. وبالتالي باختصار عشان ما نطولش عليكم، يبقى الزد لابد ان تقترب من الزد نود على اي مسار تسلكه. واذا وجدت الليمت اتز يونيك يعني ايه؟ لابد ان تكون متساويه على جميع المسارات. خد مسار تطلع الليمت بخمسه، تاخد مسار تاني لازم الليمت تطلع بخمسه، ما تختلفش ابدا الليمت. يبقى الليمت، يبقى هنا الزد لازم هيبقى ده اول اختلاف ما بين الليمتس في الكومبلكس والريال في الوان دايمنشن يا شباب، ان هنا الليمت لابد ان الزد تقترب من الزد نود من اي اتجاه، ولابد ان تتساوى النهايه على جميع المسارات. هناخد مثال دلوقتي ونبين لك الموضوع. معايا شباب؟ طيب. يبقى احنا خلاص عرفنا النهايه، قلنا بقى كلما اقتربت الداله من نهايتها تقترب الزد من نهايتها، بالتعبير الرياضي المودولس اقل من ابسلون والمودولس الثاني اقل من دلتا. طيب يا شباب، الكونتينيوتي فين؟ الكونتينيوتي قدام يعني. امتى تبقى الداله يا شباب كونتينوس عند نقطه؟ شوفوا نفس، هتلاقوا نفس الكلمه اللي كنت بقولها من شويه. لازم الاف اوف زد تكون، ها داله اف اوف زد لازم تكون ديفايند ان ذا نيبر هود، شايفينها يا اولاد؟ شايفينها؟ لازم تكون اف اوف زد ديفايند في النيبر هود بتاع النقطه زد نود. والشرط الثاني ان لازم الليمت تساوي قيمه الداله، ده هو شرط الاتصال اللي انتم عارفينه هناك زمان، لازم الليمت تساوي قيمه الداله، ده شرط الاتصال، هو الشرط نفسه اللي انتم كنتوا عارفينه. لكن زي ما اتفقنا، بس اللي بنبهك لازم الليمت هنجيبها تبقى عباره عن ليميت يو زائد اي ليميت في، والليميت بتاعت اليو والفي هنجيبها عن طريق المسارات. طيب يا شباب، تعالوا نعرف الديفرنشيابيليتي. عشان نعرف الديفرنشيابيليتي برضو لازم تبقى الداله اف معرفه في النيبر هود بتاع مين؟ بتاع النقطه زد نود. التعريف بتاعك عباره عن كام بقى؟ بنجيب ازاي الاف داش؟ لو بصيت هنا مثلا تحت هنا كده، الاف داش اوف زد نود بتساوي الاف اوف زد ناقص الاف اوف زد نود على زد ناقص زد نود لما زد تروح لزد نود، ده التعريف اللي انت عارفه. فلو شلت زد ناقص زد نود وحطيته بدلتا زد تطلع لك الكلام اللي فوق. لو عايزين نجيب امتى تبقى الداله ديفرنشيبل، لازم الليمت دي تبقى موجوده، او اللي تحت او اللي فوق لازم تبقى الليمت دي تبقى موجوده. ده شرط ان تبقى الداله ديفرنشيبل يا شباب،
لازم الليمت اولا تبقى الداله معرفه في النيبر هود بتاع زد نود لازم تكون معرفه في النيبر هود بتاع زد نود، اضافه لكده الليمت دي تكون موجود او الليمت اللي فوق. طب لو عايز اجيب اف داش اوف زد تبقى عباره عن اف اوف زد زائد دلتا زد ناقص اف اوف زد ناقص اف اوف زد على دلتا زد لما دلتا زد تروح للصفر. لو عايز تجيب اف داش عند الزد بصفه عامه نشوف مثال كده ورا. عندنا اف اوف زد بتساوي زد تربيع، عايزين نشوفها. هي بيقول لك هنا الحقيقه ان الداله دي لان هي داله بولينوميال، لو عارفينها البولينوميال يا جماعه دايما داله معرفه دايما قد متصله ولا ليميت و و و والى و و عارفين كثيرات الحدود قلتها في اعداد انا ان لها من الخواص او من الخصائص ما لغيرها من الدوال يعني. فهي الداله دي من ضمن الدوال هي كثيرات الحدود يعني دايما ديفرنشبل فور اول زد. فعايزين نشوف الكلام ده بيساوي كام. عايزين نجيب هنا من التعريف الكلام طبعا بعد كده مش هنلجا لهذا التعريف خالص، هناخد وسائل ثانيه نخلص نفسنا يعني. المهم اف داش اوف زد بتساوي كام؟ بتساوي ليميت لما دلتا زد تروح للصفر لاف اوف زد زائد دلتا زد. اف اوف زد اذا كانت اف اوف زد بزد بزد تربيع يبقى اف اوف زد زائد دلتا زد عباره عن زد زائد دلتا زد الكل تربيع ناقص اف اوف زد اللي هي ناقص زد تربيع على دلتا زد. نفك الكلام ده ونختصر الزد تربيع مع الزد تربيع، ناخد دلتا زد مشترك تتشطب مع دي تقوم تدينا ليميت لما دلتا زد تروح للصفر ل 2 زد زائد دلتا زد تساوي 2 زد لان الدلتا زد بصفر فتدينا 2 زد. فعلا يعني كان زي ما انت لو تلاحظوا من الديفينيشن وما فيش اي ريستريكشن عملناه يعني ما قلناش اي عشان كده هي ديفرنشيبل فور افري زد فور افري زد وقيمه المشتقه تساوي 2 زد نفس التعريف اللي انتم عارفينه زمان. وبالتالي فنفس القواعد يا جماعه شايفينها نفس قواعد التفاضل اللي انتم عارفينها تسري حتى هنا في الكومبلكس. يعني لو كان هنا سي تطلع بره الاشتقاق وتبقى سي اف داش، بنوزع على الجمع وبنوزع على الضرب اللي هي اف الاول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الاولاني المشتقه نفس الكلام ما لم يكن المقام بصفر. زد اس ان شوفوا هنا القاعده اللي هي بتاعت اللي فوق دي القاعده العامه بتاعت كثيره الحدود هي عباره عن ان في ان في زد اس ان ناقص واحد والان هي طبعا هي مكتوبه هنا انتجر طبعا مش لازم تكون انتجر. طيب يا شباب وبرضه تبقى هي كونتينوس خلي بالك بقى الكلمه برضه اللي انتوا عارفينها في التفاضل دي اخر حاجه انا هقف هنا مش هكمل المحاضره ان شاء الله عشان طولتوا عليكم واتكلمت كتير وانتوا لسه في الاول ولسه دماغنا مش حاضر قوي فانا هقف لحد الحته دي بس. بس انا عايز افكرك بيه انت عارف لما تبقى داله ديفرنشيبل تبقى الداله كونتينوس، لو الداله ديفرنشيبل عند نقطه تبقى الداله كونتينوس عند نقطه. طب هي تبقى امتى تبقى ديفرنشيبل في دومين معين يا شباب؟ لو كان الديفرنشيبل عندك وكل نقاط الدومين يعني احنا هنا عرفنا الكونتينيوتي في الصفحه اللي قبلها عرفنا الكونتينيوتي عند نقطه. طب امتى تبقى كونتينوس في دومين اذا كانت كونتينوس فور افري بوينت ان ذا دومين اوف ذا دومين؟ اللي عايز عرفنا الديفرنشيابيلتي عند نقطه يبقى امتى في دومين تبقى ديفرنشيبل في دومين اذا كانت ديفرنشيبل فور افري بوينت ان اوف ذا دومين وهكذا. فالديفرنشيابيلتي لو الداله ديفرنشيابل بتبقى على طول بتؤدي انها تبقى كونتينوس، لكن العكس لا يا اولاد. المثال اللي تحت بيبين العكس. المثال يبقى هي لو كانت ديفرنشيابل تبقى عند نقطه تبقى كونتينوس عند نفس النقطه. لكن اذا كانت كونتينوس عند نقطه مش لازم تبقى ديفرنشيابل عند نقطه، والحقيقه المثال اللي تحت ده رغم انه مثال شهير جدا ربما في ناس ما بتلتفتش لان ده بيبين العكس. أو الناس عارفة المثال ركور ربما ما بياخدوش بالهم إن هو بيبين عكس الكلام المكتوب ده إن العكس مش صح. طيب يا شباب بيقول لك اثبت إن الدالة زد بار نوت ديفرنشيبل. الدالة زد بار نوت ديفرنشيبل. تعالى هو تعريف الديفرنشيبلتي بنجيب اف اوف زد زائد دلتا زد ناقص اف اوف زد على دلتا زد وبعد كده بناخد الليمت. بس هو خلص الأول الحتة دي وبعدين هياخد الليمت ورا. طيب اف اوف زد زائد دلتا زد عباره عن زد زائد دلتا زد الكل بار ناقص اف اوف زد اللي يعني ناقص زد بار على دلتا زد. هنوزع الكونجكت على الاثنين فتقوم تدينا زد بار تتشطب مع الزد بار زائد دلتا زد بار على دلتا زد. هي الدلتا زد عباره عن كام؟ الدلتا زد نفسها عباره عن دلتا اكس زائد اي دلتا واي. الدلتا زد بار عباره عن دلتا اكس ناقص اي دلتا واي. دلتا واي حكايه سهله. دلتا زد عباره عن دلتا اكس زائد اي دلتا واي. الكونجكت بتاعها هو اللي فوق عباره عن دلتا اكس ناقص اي دلتا واي. تعالوا بقى نجيب الليمت دي عشان نعرف الديفرنشيابيلتي هو عباره عن ليمت الكلام ده لما دلتا زد تروح للصفر.
وقلنا كلمه دلتا زد تروح للصفر، يعني دلتا اكس لازم تروح للصفر وكمان دلتا واي لازم تروح للصفر. مظبوط يا شباب؟ اه. يبقى دلتا زد تروح للصفر تعني ان الدلتا اكس تروح للصفر والدلتا واي تروح للصفر. تعالوا بقى نجيب الليمت دي، ليمت في 2 دايمنشن لتو فيريبلز عفوا فهي ليمت في 2 دايمنشن، وبالتالي عايزين ناخد بقى طريقه المسارات. هنطبق طريقه المسارات، ناخد مسارين مختلفين ونشوف الليمت دي بتساوي كام على المسارين. تعالى كده نشوف الصفحه اللي وراها اهي، ده اللي هنقف عندها ان شاء الله، يعني مش هناخد الكلام ده بمشيئه الله تعالى. ادي النقطه، ادي النقطه زد، وادي النقطه زد زائد دلتا زد. هناخد مسارين مختلفين، مسار النقطه زد زائد دلتا زد مفروض اما تبقى دلتا زد تروح للصفر، يعني معناها بيقول لي شوف لي اما النقطه دي تصل الى النقطه دي اهو. تاني اهو شايفين يا جماعه، دي زد زائد دلتا زد وادي زد، يعني ادي دلتا دي زد، لو زودنا دلتا اكس وزودنا دلتا واي نوصل الى زد زائد دلتا زد فوق. هو بيقول لك عايزين ناخد الليمت لما دلتا زد تروح للصفر، يعني معناها عايزين نشوف لما النقطه دي تصل الى هذه النقطه هتصل فين. خدنا اسهل المسارات عندنا الحقيقه، مسار المتعرج اللي انتوا عارفينه خدتوه في سنه اولى، مسار منكسر. هتمشي كده الاول مسافه دلتا قدرها دلتا واي، ثم تمشي على مسافه قدرها دلتا اكس. الكلام ده بالنسبه للمسار الاولاني. فلو هاخد المسار الاولاني، خلي بالك، يبقى انا لو عايز اخد المسار الاولاني واخد الليمت عليه، يبقى لازم دلتا واي تقول الى الصفر اولا، ثم ناخد الليمت لما دلتا اكس تروح للصفر. تعالى كده نشوف هنا فوق، نشوف هناك بقى كده، هنحط الدلتا واي تساوي صفر. انتبهوا، لو حطينا الدلتا واي بتساوي صفر فوق وتحت، فيتبقى لنا دلتا اكس على دلتا اكس، الليمت بتاعنا بتساوي كام؟ واحد. صح، شايفينها بقى عشان ما اقعدش اقلب تاني. لكن المسار التاني اللي هو المنقط اللي فوق، اللي هو الدبل اي ده اهو، نرجع له. شوف لما دلتا في، انا اسف ده انا طلعت قدام. اه شوف، لو كانت دلتا واي بتساوي صفر يا شباب، الكلام اللي انا قلته من شويه، الليمت بتاعتنا هتساوي واحد. ليه؟ لان هتبقى دلتا اكس على دلتا اكس بتساوي واحد. طيب لو همشي على المسار ده هلاقي دلتا، يبقى النقطه دي عشان توصل للنقطه دي عشان على عبر هذا المسار المنقط، يبقى انا المفروض نقول ان الدلتا اكس اللي هي المسافه دي لازم تقول الى صفر اولا، ثم ها ناخد الليمت لما دلتا واي تقول الى الصفر. يبقى لو حطينا الدلتا اكس بتساوي صفر اولا، خلي بالك ركز بقى هناك كان شكلها ايه اهو. لو حطينا الدلتا اكس بتساوي صفر، تقوم النتيجه تدي ناقص اي دلتا واي على اي دلتا واي. لو شطبنا ده مع ده يبقى انا ناقص واحد، فالليمت تطلع بكام؟ فالليمت تطلع بتساوي سالب واحد. معايا شباب؟ الليمت تطلع بتساوي سالب واحد اهو. فالتو ليمتس مختلفين، وبالتالي نو ليمت. طالما ما فيش، طالما الليمت مش موجوده، تبقى المعادله تبقى الزد بار نوت ديفرنشبل. الجدير بالذكر هو ايه؟ انتبه، هو الزد بار بتساوي ايه اساسا؟ الزد بار بتساوي اكس ناقص اي واي. ده الاكس والواي يا شباب متصلين ومعرفين لجميع قيم اكس وواي. يبقى رغم ان الداله دي داله ديفايند وكونتينوس فور افري اكس وواي، الا انها ليست ديفرنشبل عند الصفر. الا انها ليست يا شباب ديفرنشبل عند الصفر. الا انها ليست ديفرنشبل عند الصفر، لان احنا واخدين ليميت لما دلتا زد عند الصفر. معايا يا شباب؟ معايا يا سلام؟ ليه؟ لو خدنا مسار اهي، لو خد اسف ده انا مش بس عند الصفر، ده هي افري وير حتى كمان. ليه؟ لان احنا واخدين نقطه زد عامه ونقطه زد زائد دلتا زد عامه، بس احنا قلنا هنا لازم عشان دي توصل لدي لازم دي تقول الى الصفر، ثم هناخد الليمت لما دي تقول الى الصفر، ثم وهكذا. فهي دي نوت ديفرنشبل فور افري اكس وواي، رغم انها ديفايند وكونتينوس فور افري اكس وواي، الا انها نوت ديفرنشبل فور افري اكس وواي. معايا يا شباب؟ ده هو مثال. لكن اذا كانت ديفرنشبل فهي كونتينوس وديفايند، لكن اذا كانت كونتينوس وديفايند لا يشترط انها تكون ديفرنشبل. المره الجايه بمشيئه الله تعالى هنبتدي بقى نعرف الموضوع بتاعنا اللي احنا هنبتدي بيه على طول، اللي هو الاناليتيك فانكشنز بمشيئه الله. دي سلايد رقم كام؟ يعني هنبتدي بقى من سلايد رقم 11 بمشيئه الله تعالى، بس هرفع لكم برضو بمشيئه الله المحاضره الثالثه علشان نقدر نكمل الكلام. ماشي يا شباب؟ اي سؤال يا شباب؟ اي سؤال يا ساده؟ باشمهندسين. شكرا يا دكتور. اي سؤال؟ ها؟ شكرا. واضح الكلام؟ سهل، ما قلناش حاجه خالص النهارده، يا دوب بس كنا بنفكر بعضنا، ما قلتش اي كلمه جديده الحقيقه.
ما بنفكر بعدنا فقط بالكلام اللي احنا ايه بالرموز والتعريفات اللي احنا كنا اللي احنا نستخدمها فقط. يعني لو حبيتوا تراجعوا بقى الكومبلكس نمبرز، رغم ان انا مش عايز يعني منكم الا اللي احنا قلته بس في الكومبلكس نمبرز. طيب يا شباب بالتوفيق ان شاء الله، يا شباب بالتوفيق. انا هرفع لكم ان شاء الله بمشيئة الله تعالى المحاضره الثالثه، وبعدين الـ لكن عشان بس نستعملها بمشيئة الله المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه. ممكن حضرتك توصل الرقم الريكورد بتاع الفيديو يا دكتور؟ نعم يا حبيبي الريكورد. حاضر يا حبيبي، شكرا، فكرتني يا ابن الله يكرمك، شكرا حبيبي.